اهلا بيكم من جديد، واخر فقراتنا النهارده وفقره ريمونتادا. ريمونتادا النهارده هيكون عندنا قضايا كتير مش كالعاده، هي قضيه واحده. عايز تقول حاجه؟ انا عايز اقول لك بعد اللي فات ده لسه في ريمونتادا؟ يعني احنا الحلقه من بدايتها ريمونتادا اصلا تقريبا كده، لكن احنا الاحداث هي اللي بتجبرنا اننا نرد، ولازم نرد. وزي ما انتم عارفين احنا قلنا بنتناول لا نتطاول، وبعض الاشياء لما بتصدر من نجم كبير دايما بنقول له خد بالك يا كابتن، ده عتاب عليك للأمانة. كل التقدير والاحترام ليه طبعا الكابتن حازم امام. انا متاكد ان خانوا التعبير، يمكن هو بعد المباراه قال تعقيب وصف فيه بعض جماهير النادي الاهلي ان هم لما يتكلموا في نقطه مش معناها ان هم ما بيفهموش زي بعض من جماهير نادي الزمالك، اعتقد هو التعبير خانوا علاوه. تعالوا نشوفوا الكابتن حازم امام اللي بنحترمه تماما قال ايه ونرجع نعقب مع بعض. بيضغط عليك من قدام، هو حافظ ومذاكر حاجه كويسه وبيشتغل، عشان كده حي كابتن طارق وبحييه بقول له ما يعتذرش، ده شغله. هو مفيش حد بيفهم كوره زملكاوي هيقول لك انت غلطان ويزعل منه، الناس دي الناس اللي ما بتفهمش هي بتعمل الحاجات دي، والاهلاويه اللي يقول لك اصل هيبيع الماتش ما بيفهموش برضه، يعني الناس هنا او هنا. ده يقول لك بيبيع وده يقول لك ما يسيب الماتش، الناس تتكلم كده لا عمره لعب الكوره ولا فاهم يعني ايه كوره ولا فاهم يعني انك تلعب وتدي كل حاجه في الفرقه اللي تلعب ليها يعني. فما يزعلش ان ده مش الطبيعي ان الناس تشتمه، بتوع الاهلي يقول لك هيسيب الماتش او الزمالكاويه يشتموه يقول لك اصل كان لازم يسيب الماتش. الاثنين مش ده الكوره خالص، ولا اي حد بيحب الكوره ولا بيفهم كوره بيبقى بنفس المنطق ده، فمش لازم يعتذر يعني، ده شغله. اي واحد زملكاوي بيفهم هيقول يا ابني انت كويس يعني، انت لازم تلعب واحنا نكسب بمجهودنا يعني. خلينا نؤكد على احترامنا للكابتن حازم امام، خلينا نؤكد ان الكابتن حازم امام خانوا اللفظ اللي هو ما بيفهموش، وخلينا نؤكد كمان ان الكابتن حازم امام كلامه فيه اكيد له منطق حتى لو اختلفنا مع جزء من المنطق ده، لان قضايا التلاعب في النتائج موجوده في كل العالم، في كل الدوريات الاوروبيه. يمكن الكابتن حازم امام كمان كان اول محترف لينا في الدوري الايطالي في العصر الحديث، واعتقد طبعا كان في اودونيزي، واعتقد كان في قضيه في التلاعب هبطت باليوفي للدرجه الثانيه، ايا كان بقى النتيجه بعد كده حكمت لصالح اليوفي. حتى اجيري المدير الفني لمنتخب مصر اللي كان جاي الكابتن حازم امام بوصايه منه كان برضو عنده قضيه تلاعب. ففكره ان انت لما تشكك في قضيه تلاعب او نتائج فيها بعض التراخي او بالمصطلح الدارج على السوشيال ميديا كلمه التفويت، فده مش معناه انك مالكش علاقه بالكوره، لا هو بيحصل في كل حته في العالم. والكلام مش هيكون بخصوص الكابتن طارق يحيى، يعني احنا بننفي عن كابتن طارق يحيى شبهه اتهامات، ولكن احنا هنقول ليه الصوره دي وصلت بالشكل ده، وان الشكل ده لما بيوصل له جماهير كره القدم يا كابتن حازم امام ملهاش علاقه خالص ان هم ما بيفهموش، لان قلنا بيحصل في كل حته في العالم يا فارس. هو ده احمد اللي احنا بنتناقش فيه، هي زاويه دقيقه جدا، وهي هل الجمهور عنده من المسببات اللي خلاه يبقى عنده كلام قد يكون مرفوض، ولكن بعيدا عن فكرة الفهم من عدمها، هي ايه المسببات اللي خلقت الحالة دي؟ نوعية من التصريحات، بعض المواقف، بعيدا عن نية التفويت. هنشوف واحد من التصريحات اللي قد تزرع في عقل الجمهور فكرة ان نادي قد يترك مباراة، لان كابتن حازم قال في فيديو اللي عرضناه لازم تلعب واحنا نكسب بمجهودنا. هل ده كان بيتسق مع الراي اللي هنشوفه؟ نشوف راي كابتن حازم ونرجع نعقب. مليون في الميه مفيش مدرب هيقول للعيبه ما تلعبش كويس طبعا، وانا اعرف والله يعني اعرف ان اللعيبه كلها نازله الماتش. احنا يا جماعه مش مفيش موضوع نسيب والكلام الفارغ ده طبعا، لكن انا هقول لك حاجه يعني حاجه من جمهور الزمالك، يعني غصب عنك انت كواحد بني ادم مش هتبقى عايز واحد بينافسك هياخد دوري، ده شعور اللعيبه ممكن، فمش هتلاقي نفسك بتموت نفسك، هتلعب لكن مش هتقتل نفسك. صح. في ناس يقول لك طب الاطراف اللي كانت شغاله في ماتش الزمالك والاهلي مش شغاله ليه في الاسماعيلي؟ ان ماتش الاهلي ده حال، ده انت بتلعبه يعني الاهلي مش زي اي ماتش. صح. ثانيا هقول لك حاجه، لكن مش انا شايف ان اللعيبه مش يعني ايه الدافع بالنسبه لها؟ يقول لك الضمير، الضمير وكل حاجه، لكن ايه الدافع الحقيقي بجد كلعيب ان انا هموت نفسي عشان الاهلي ياخد؟ انا بتكلم بصراحه على فكره، مش لازم اقعد انمق، لكن ايه اللي يخليني انا اموت نفسي عشان المنافس اللي انا بيني وبينه بعد طول عمري اغيظ واحد صاحبي انت خدت كام بطوله؟ ايه اللي يخليني اموت نفسي عشان هو اللي ياخد الدوري؟ الصراحه
بتقول ايه اللي يخليني اموت نفسي عشان المنافس ياخد الدوري، فانا بلعب هنا بدون دافع. ودي جملة تتعارض كليا مع فكرة لا لازم نلعب ونموت نفسنا والمنافس يكسب بقدرته. وهنا يا كابتن حازم حضرتك وقعت في مغالطة ان حضرتك كنت من اللي بيروجوا غصب عنهم لفكرة ان وارد ان فريق ما يعملش اللي عليه في كرة القدم ويؤدي ان المنافس يقدر يكسب وهو ما بيلعبش مباراة ضد منافس بكامل قوته، لان المنافس ده هو اراد طواعية انه ما يبقاش بكامل قوته. وده اللي بيخلي الجمهور بعد كده يبني خلفيات ان المنتمين لأندية معينة ممكن ما يتعاملوش مع الامور بنفس الجدية. لازم طالما يا كابتن حازم حضرتك شايف ان ده مرفوض وان الجمهور اللي بيشوف كده عنده قصور في فهم الموقف، ونخليها بشكل شيك ده المعنى، يبقى بالتبعية حضرتك لازم تتحدث ان الموضوع ده كان خطأ في 2009، ومش نتحدث عن فكرة ايه اللي يخليني اموت نفسي في الملعب. الغريبة يا فارس ان الكلام ده طالع من كابتن حازم امام، واللي يخليك تموت نفسك في الملعب هي فكرة الفير بلاي كرة القدم. المصطلح بتاعها الاساسي هو انك تلعب فير بلاي، ده شعار الفيفا. شعار الفيفا ازاي انت تقول لي ما عنديش دافع؟ ونقطه تانية اتكلم فيها الكابتن حازم امام، قال انا كلاعب ايه الدافع اللي عندي بغض النظر ضمير وكل حاجه، لكن ايه الدافع اللي يخليني ادي المنافس الدوري؟ طب ما هو اللعيب ده يا كابتن حازم لما بيبطل كوره بيتحول لمدرب، بس بيطلع معاه فكره برضو ايه الدافع ان انا ممكن فريقي يخليني اوقف فريق انا كنت منتمي ليه، او يخليني اتساهل في مباراه هتدي دوري لفريق منافس، ما هو اللاعب بقى مدرب. القصه كمان يا كابتن حازم ان في تصريح واضح وعلني وصريح بفكره تفويت المباراه بين الفرق. احنا بنتكلم عن المباراه دي كانت في دوري 2009، اللي تقريبا ده لدرجه الكابتن خالد الغندور قال ان لعيبه الزمالك كانت بتلعب بتراخي، درجة ان عبد الحليم علي لما جاب جول محدش من الجهاز الفني قام لعبد الحليم علي، وكانهم زعلوا ان عبد الحليم علي جاب جول في مباراة انتهت 3-1. فلما نيجي نسمع بقى تصريحات ان احنا زي ما بنتجامل بنجامل، لا، ما انا لازم كجمهور ما اقدرش الوم عليه. النقطة الأهم يا كابتن حازم، الكلام اللي اتقال على الكابتن طارق يحيى اتقال من إعلاميين مش من جماهير، من نادي الزمالك أو ممثله نادي الزمالك أو برنامج نادي الزمالك على الكابتن مختار علنا. ليه ما شفناش تصريح زي ده من حضرتك وقلت يا جماعه اللي بيتردد على الكابتن مختار ده عيب، واللي بيقول الكلام ده يبقى ما بيفهمش زي ما حضرتك قلت، واذا كان خانك التعبير يعني. لكن ليه لما جه الموضوع عند شيء يخص نادي الزمالك قلت التصريح ده؟ طب تعالى نشوف برضو المسببات اللي خلت الجمهور منطقي جدا ان هو يشك ان في حاجات من دي في كره القدم اللي هي موجوده بالفعل. تعالوا نسمع تصريح نجم نادي الاسماعيلي كابتن سيد بازوكا في اعتراف واضح وصريح. فعمل لك ماتش تاني؟ عملنا ماتش تاني، عملنا التذكره شامله للاستاد برضو مع نادي الزمالك. كان نادي الزمالك لما جه اكرمنا في الماتشين احنا جاملناه في بطوله الدوري بتاع جاملتوه. جاملناه طبعا، ما حدش يقول كده. جاملناه يعني يعني جاملناه واضحه وصريحه جدا. كابتن سيد بازوكا، ناس من انا من عشاقه في الاسماعيليه، وكابتن علي ابو جريشه وعائله ابو جريشه طبعا، تصريح واضح وصريح جدا. جاملونا في ماتشين، فاحنا لما جالنا جاملناه في الدوري. طبعا بيتكلم عن دوري 1977-78، الدوري الوحيد اللي الزمالك فاز بيه في السبعينيات بهدف اعتباري بسبب الغاء مباراه الزمالك وغزل المحله. وقتها النادي الاهلي كان بيلعب مع المحله والاسماعيلي والزمالك في الاسماعيليه، النتيجه 1-0 في المباراه الاسماعيليه، والنادي لا لسه الصوره دي، والنادي الاهلي بيكسب المحلة 4-0 وبيتلغي هدف صحيح 100% لجمال جودة من تصويبة. ولما تعرفت النتيجة 4-0 كانت تحسم الدوري للنادي الأهلي. الجول الثاني لنادي الزمالك اتحقق في الإسماعيلية، وده الماتش اللي الكابتن سيد بازوكا بيقول عليه جاملناه. وبالتالي الموضوع لازم أشك. وليه تحديدا الشك؟ أنا ليه ما بشكش في حد أو جماهير نادي الأهلي بتشك في أي مدير فني زملكاوي بيقود فرقته قدام نادي الزمالك؟ اشمعنى كابتن طارق يحيى؟ عشان في ملابسات، والملابسات دي يا كابتن حازم برضه حضرتك كنت متواجد فيها في موسم 2014-2015. نادي الزمالك باقي له 5 مباريات، والنادي الأهلي باقي له 4 مباريات،
وفي فرق محتاج الزمالك من الخمس مباريات دي اللي منهم مباراه النادي الاهلي 7 نقاط، اتغلب الزمالك من المقصه بتاريخ 2/6 عنده، بتاريخ 2/7 عنده 6/7 مباراه الاسماعيلي كانت يوم الاثنين. ازاي كابتن طارق يحيى وابنه المؤلف الكابتن احمد طارق يحيى يروح يوم الجمعه يسجل اغنيه احتفال بفوز بالدوري. الزمالك بالدوري وكان الدوري انتهى؟ ما انا لازم كجمهور اقول ليه ده بيحصل لما الاقي لعيب بيكون بره السكواد سنه ونص وبيجي يشارك اساسي على حساب سنتر باك في مباراه الاسماعيلي، لما الاقي الاسماعيلي بيقيل الكابتن طارق يحيى وباقي له مباراه بعد 10 ايام في الكاس مع الانتاج الحربي في الموسم ده، ما انا لازم الجمهور يتضايق. لما الاقي لاعبين بتخرج خارج السكواد الجمهور بيتضايق. طب لما الاقي قضيه ما حدش اتكلم عنها قبل كده حصلت سنه 1961 كان وقتها رئيس الاتحاد المشير عبد الحكيم عامر ورئيس نادي الزمالك المهندس حسن عامر سنه 1960 ست لاعبين تم شطبهم باداري في المحله واداري في الترسانه، لان الحكم علي قنديل وهو بيحكم مباراه المحله والزمالك استشعر ان المباراه مش فير بلاي فكتب تقريره ان المباراه مش فير بلاي. المحله راح يلعب مع الترسانه استشعروا الحكم ان المباراه ما فيهاش فير بلاي وانتهوا المباراتين بالتعادل، وده كان بيؤدي لبقاء المحله في الدوري وهبوط اتحاد السويس. اتحاد الكره حقق في الواقع وجاب اللاعبين وجاب الاداريين واثبت الواقع وهبط غزل المحله وطلع اتحاد السويس مره اخرى. فانك تقول الكلام ده مش موجود في كره القدم، لا موجود في كره القدم العالميه وموجود في كره القدم المصريه، واحنا ضد التشكيك في اي حد وبنقول الكابتن طارق يحيى جود بلاي، لعبت برجوله، لعبت بامانه، حققت الفوز. قصة اعتذارك لجماهير نادي الزمالك من عدمها ده شيء يرجع لك، لكن في النهاية بما انك لعبت الفوز ولعبتك لعبت للفوز فاحنا طبعا بنرفع لك القبعة، والموضوع مش متعلق بيك بقدر ما هو موضوع متعلق بالكابتن حازم امام بتعبير اعتقد هو خانه التعبير فيه، خاصة ان الكابتن حازم امام بيتمتع بكثير من الادب. اعتقد قضية قفلناها فارس. قفلناها وكل الاحترام لكل الاشخاص، ولكن احنا تحدثنا عن ايه اللي بيخلي الجمهور يتكلم بشكل البعض بيرجع يستنكره، ولكن اللي بيخلي كمان انه